حملة تهجير قسري يتعرض لها اللاجئون السوريون في العراق تقف خلفها حكومة السودان في خطوة تكشف عن التخادم بين ميليشيات الإطار التنسيقي ونظام الأسد في سوريا بعد استغلال الاتفاقيات الأمنية الموقعة بين نظام الأسد والسوداني في تموز الماضي. معظم الموقوفين من اللاجئين السوريين غير مخالفين لشروط الإقامة ويمتلكون ورقة طالب لجوء من الأمم المتحدة، ومع ذلك فإن القوى الأمنية داهمت أماكن إقاماتهم وقامت بتوقيفهم واقتيادهم إلى سجن الإقامات تمهيدا لترحيلهم وتسليمهم للنظام السوري. منظمة الأمل العراقية أكدت أن السلطات في بغداد تمارس المضايقات بحق اللاجئين السوريين بحجج عديدة، من بينها أنهم دخلوا بصورة غير شرعية رغم أنهم أنهوا كل ما طلب منهم من تسجيل البيانات والحصول على تصريحات بالإقامة من الأمم المتحدة، مضيفة أن غالبية اللاجئين المرحلين إلى سوريا يتم اعتقالهم في مطار دمشق، ما يعني أن هناك تعمداً في تعريضهم وهم ضحايا الحرب إلى خطر يهدد حياتهم. المنظمة أشارت إلى احتمال وجود اتفاق ما بين حكومة السودان والنظام السوري على دفع أكبر عدد ممكن من اللاجئين السوريين في العراق إلى سوريا من جديد بهدف اعتقالهم ومحاسبتهم من قبل النظام السوري. تضييق وترحيل يأتي على الرغم من إصدار السلطات القضائية في العراق في وقت سابق قراراً يقضي بعدم ترحيل أي لاجئ سوري، كما ينص على الاعتراف بالقوانين الصادرة عن أي مركز لمنظمة الأمم المتحدة في العراق، ما يشي بأن دوافع الضغط على اللاجئين السوريين وترحيلهم إلى سوريا سياسية بحتة ومتفق عليها بين حكومة الإطار ونظام الأسد، على الرغم من أن القانون الدولي يحظر ترحيل أي شخص إلى بلدان يواجه فيها خطر التعرض للاضطهاد أو التعذيب أو أي معاملة لا إنسانية.